بيت بنكة سقفية لو وانت تدري فيها حبها مشكلة. اروح سوق هرج اجيب مراوح قديمه اصلحها واشمرها. المهم بغداد الجديده، فولد شاب سلم علي شلونك شلون صحتك هذا ويا والدته، بعدين عرفت انه والدته مره كبيره، التفتت الله لا ينطيك الله لا يوفقك يمه شو القضيه من مشهد. الله لا ليش هيك ليش سويت تمت العالم من نالت وتهز بيه هالشكل يمه شو القضيه. قالت له ليش يسوي بناته مسلسل بيت البنات، طلع اب قاسي جدا جدا على بناته وعلى الفطره الحجيه وعلى الفطره. قال يمه تمثيل يمه والله تمثيل لا تخلينا سباك الله. فشوف هاي انه يعني وصلت لها موقف محرج. نعم هو كان موقف محرج لكن يعكس والناس تضحك يعني لكن هذا من يترجم هذا الموقف انه هاي الشخصيه اللي هو دور تراجيدي 100% يعني ما مثلت به يعني مشهد كوميدي ابدا. فوصلت الشخصيه لهاي المره الكبيره بالسن بكل الادوار وبكل الشخصيات. انتم محبوبين العراقيين محبوبين جماهير وفرحانين جدا بوجودكم اليوم فرحانين جدا.